للحديث عن تحركات إيران للاستحواذ على النفط العراقي والسيناريوهات السياسية المتوقعة على المستويين الداخلي والخارجي، معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. شبكة أويل برايس تتحدث عن تحركات إيرانية لإحكام قبضتها بشكل كامل على النفط العراقي، ما خطورة استخدام النفط كورقة ضغط على في هذه المرحلة على العراق كدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الموضوع الحقيقة شائك وله أوجه عديدة. يعني كما تعلم ويعلم السادة المشاهدون أن إيران ممنوعة من التصرف الآن بنفطها وفق العقوبات المفروضة عليها، وهي عقوبات بالمناسبة عقوبات جزئية، يعني ليس هناك حصار حقيقي للجانب الإيراني، هي عقوبات جزئية. ومع ذلك إيران بسبب هذه العقوبات الجزئية المفروضة عليها تلجأ للمناورة والضغط على العراق لتمويل نفسها والتأثير على تصدير النفط إلى العالم، مستغلة التشابه الكبير بين المواصفات الفنية بين النفط العراقي والنفط الإيراني، سواء منه الخام أو بعض المنتجات الوقود. وبالتالي فهي أحد أوجه يعني هذه القضية، وأن الجانب الإيراني يحاول تصدير نفطه وخصوصا من الحقول القريبة من الحقول العراقية، وكما تحدثتم عن وجود سحب كبير وحفر مائل للآبار النفطية القريبة من العراق لتصديرها ضمن الحصة العراقية. وهناك وجه آخر، بمعنى أنها تصدر النفط الإيراني ضمن غطاء النفط العراقي، وهناك وجه آخر وهو أن العراق يصدر جزء من كمياته ويدفع أموالها لإيران بشكل مباشر. ما أي فائدة أستاذ مصطفى، أي فائدة سيجنيها الشعب العراقي أو الموجودون في السلطة من تسليم مفاتيح النفط لإيران؟ يعني الشعب العراقي بالتأكيد لا يجني أي فائدة من كل هذه الألاعيب التي أو الممارسات التي تقوم بها هذه السلطات الإجرامية منذ احتلال العراق. الفائدة الوحيدة الممكنة هي التي تتحقق لهذه الأحزاب والميليشيات والعصابات الإرهابية. أما الشعب العراقي فبالتأكيد بلا فائدة. هؤلاء الذين يعني يتسيدون على العراق منذ احتلاله عام 2003 نموذج حقيقة للخيانة والعمالة لا مثيل له في التاريخ. رأينا عبر التاريخ الكثير من حالات الخيانة والتجسس والعمالة، ولكن كانت يعني لا تصل كلها إلى نموذج ما وجدناه في العراق خلال السنوات العشرين الماضية. هؤلاء يبيعون أو حقيقة باعوا العراق حاضرا ومستقبلا أيضا لإرضاء لإيران وتنفيذا لبرامجها وأجنداتها في العراق. أستاذ مصطفى، أمام المكاتب الاقتصادية التي تفتحها الميليشيات في العراق، هل يمكن التأكيد أن تعيين مسؤولين مقربين من إيران في عدة مناصب مهمة لا سيما الأمنية، هل يمكن اعتبارها عملية مقصودة؟ بالتأكيد هذه عملية مقصودة، والحقيقة أن إيران تسيطر على جميع الملفات في العراق وليس على الملف الأمني في العراق. إيران تسيطر على الملف الأمني والملف العسكري والملف السياسي والملف الإداري، بل وحتى الملف الخدمي. لا توجد أي نقطة في العراق إلا وتحاول إيران السيطرة عليها من خلال أذرع عديدة، وكما تفضلت يعني الملف الأمني واحد من هذه الملفات التي تتحرك إيران من خلالها للسيطرة على العراق. وطبعا هناك واجهات عديدة بضمنها المؤسسة الطائفية المذهبية، بضمنها يعني رجال السياسة كما يسمون، وهم في الحقيقة يعني عناصر ميليشياوية ولا علاقة لها بالشؤون السياسية في واقع الحال في حقيقة الأمر عفوا. وهناك أيضا منظمات المجتمع المدني، كثير من الأدوات التي تحاول إيران أن تسيطر فيها هذا على الواقع العراق، واحدة منها الملف الأمني. ربما أستاذ مصطفى هذا الواقع ليس بالجديد، ولكن كيف ستتعامل أمريكا مع هذا الواقع الحالي الذي تريد إيران فرضه من استغلال النفط العراقي سواء
التصدير باسم العراق أو التعدي على النفط العراقي كما يجري على الحدود؟ الولايات المتحدة تعلم جيدا ما يجري في العراق، سواء من الهيمنة الإيرانية المطلقة التي وصلت إلى حد الاحتلال، وكما قلنا أنها تسيطر على كل مجالات الحياة في العراق، وهي تعلم جيدا أن الأموال العراقية تهرب إلى الجانب الإيراني بطرق عديدة، ومنها نافذة بيع العملة التي تستنزف الأموال العراقية، وفي بعض الأيام كانت تبيع أكثر من واردات العراق في ذلك في تلك الأيام. وحتى الآن بالمناسبة هذا الارتفاع الأخير للدولار لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هو بسبب استيلاء الميليشيات على النقد الموجود، نقد العملات الأجنبية الموجود في السوق المحلية العراقية، لأنه كما يقال أن الولايات المتحدة خفضت أو يعني الحقيقة الأصوات القريبة من السلطة أو المعبرة عنها تقول أن الولايات المتحدة منعت التحويل النقدي إلى العراق، وفي الحقيقة المعلومات تشير إلى أنها منعت نحو أو قلصت نحو 20% فقط من الحوالات المالية للعراق. لكن السبب الأساسي ليس تقليص الحوالات، وإنما هذه الميليشيات الآن تلجأ إلى سحب الأموال من السوق العراقية وتهريبها. فعلى الولايات المتحدة وهي تعلم يعني تفصيلا ماذا يجري في العراق وكيف تهرب الأموال إلى إيران وكيف تساعد إيران على هذا. ويوم أمس خرج أحد النواب ليقول أن الولايات أن السلطة في العراق حولت نحو 40 مليار دولار، هربت نحو 40 مليار دولار خلال 2022 إلى الجانب الإيراني. وأنا اعترف بمسؤول رسمي في الدولة العراقية السلطة العراقية الحالية أن سلطة المالكي حولت 300 مليار دولار بطرق مختلفة خلال 8 سنوات التي حكم فيها المالكي إلى إيران. إذا كانت الولايات لما كانت الولايات المتحدة تعلم جيدا ما يجري في العراق، فعليها أن تتصرف بحجم هذا هذه المعلومات التي تمتلكها عن تهريب النفط عبر العراق، عن بيع النفط العراقي لصالح إيران، وأيضا عن تهريب الدولار وبطرق مختلفة إلى إيران. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.